بسم الأب والابن والروح القدس على إله واحد آمين. هنكمل مع بعض المعجزة الرابعة من معجزات الشهيد العظيم هرقل الجزء الأول، معجزة قدم الجريحة. يلا نرى مع بعض الآية: الذين بالأمان قهروا ممالك، تقووا من ضعف، صاروا أشداء. الرسالة إلى العبرانيين إصحاح رقم 11 آية رقم 33. المعجزة دي حدثت في شهر مارس سنة 1990 مع أحد عمال الدير ويدعى أدري رشدي، ويسكن فيه سوهاج أخميم نجوع الصوامع الشرق. بتقول المعجزة: بينما كان العمال يقومون بتحمير برميل قار ثقيل الوزن، وأثناء دخولهم من باب الدير الخلفي، وقع هذا البرميل بثقله على أصابع قدم هذا العامل، مما جعله يسقط على الأرض متألما. وكان يعتقد أنه حدث له على الأقل كسر في أصابع قدم، ولكنه في وسط ألمه أخذ من زيت مرجرجس بإيمان ورشم قدمه وأصابعه، وبعدها قام وكأن شيئا لم يحدث، وظل يواصل العمل بكل نشاط طبيعي بدون ألم، وهو يقول لكل من يسأله الاطمئنان عليه: ده مرجرجس بطل، عمره ما يخلي حد منا يخدش وهو يعمل في ديره. شفاعتك يا أمير الشهداء يا مرجرجس معانا. وحدث أيضا إنه أثناء ترميم أحد المباني الموجودة بالدير سقط حجر كبير جدا على ظهر العامل أمين عزيز من شبرا ويعمل بناء، وكان دائما يشتكي من آلام شديدة في ظهره ولم ينفع معه أي علاج. فانزعج العمال جدا، ولكن في الحال قام العامل وقال لهم: شعرت كأني شيئا باردا انصب على ظهري، أزال معه كل آلامي. فشكر الشهيد مرجرجس لحراسته وشفاءه له. شفاعتك يا بطل يا مرجرجس يمين شهداء تكون معنا أمين يا رب. أحد الزائرين أيضا ويدعى أحمد محب بالمطرية ويعمل بالشركة المصرية للمقاولات الهندسية إيكو للمهندس فارس فريد وشركائه، يحضر من فترة لأخرى ليكمل أعمال بالدير. وكانت والدته تعاني من آلام روماتيزمية باستمرار، فطلب لها علاجا من صيدلية الدير، فأعطاها المهندس أنبوبة زيت نرجرجس كان قد أخذها قبل من الدير. ولما حضر للمرة الثانية شكر أمنا وقال لها: أما زيت الروماتيزم بتاعكم ده قوي بشكل وأحسن علاج، وياريت تعطوني أنبوبة أخرى لأن والدتي ارتاحت عليه خالص. ولما استفسرت الأم من المهندس عرفها بأنه أعطاه زيت مرجرجس وهو يظن إنه دواء طبي. شفاتك يا مرجرجس يا أمين شهداء يا بطل تكون معانا أمين يا رب.